أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل تنتهي مدة المسح بالوقت أو بالحدث؟ تنتهي بالزمن يا أخي، إذا حسبت من البداية 24 ساعة من البداية انتهى وقت المسح. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. إنما الخلاف في أول المسح متى يبدأ، بعضهم قال يبدأ من الحدث بعد اللبس، وهذا المذهب، وبعضهم قال لا، يبدأ من أول مسح بعد الحدث، وهذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر الراجح، أنه يبدأ من أول مسحة بعد الحدث. نعم.